يعني اليوم جامع. حزب الله والثنائي الشيعي قال كلمته وقال سليمان فرنجي ونقطع السطر قادر ولن أتراجع إلا إذا هو قرر يتراجع. 100% هذا ممتاز. هذا موقف المرحلة الأولى أخلاقي أدبي بعدنا بالمرحلة متضامن مع حليفه، ولكن بالواقعية السياسية وهون نتوجه بكل إيجابية لكل أفريقيا ونحن الوزير سليمان فرنجي نحترم هذا الشخص ونحترم هذا البيت من ما له من تاريخ وتضحيات، وعلى المستوى الشخصي إنسان واضح وصريح بموقفه. إشكاليتنا الوحيدة معه أنه أخذ خيار سياسي لا يتلائم مع الواقع الجديد ولا يتلائم مع التركيبة ولا يتلائم تركيبة المجلس وتوازناته، وبالتالي هناك استحالة من الوصول ويشكل تحدي للفريق الآخر. والتحدي كمان بدي أتوجه للثنائي ولزملائنا ولأخوتنا ونقلهم، محاولة فرض أو التمسك في هذا الاسم الذي يشكل تحدي يدفع كمان الثنائي المسيح أو الثلاثي أو القوى المسيحية للتماسك أو للتضامن أو للمواجهة معا أمام هذا الطرح، وهذا قد يأخذنا إلى مكان ما بدنا نروح له في ظل بعض الحسابات والنزعة باتجاه انه هيك ما فينا نكفي وهيك ما فينا نعيش مع بعضنا، خلينا نروح نفكر بصيغه جديده عن شو ما ندفع عن النفس المركزي المالي الاداري الموسعه اللي هي تستبطن نفس فيدرالي اللي هو الطرح الفيدرالي لن يعالج المشكله في لبنان. ما حدا يكون لا واهم ولا موهوم ولا يراهن غلط، الفيدرالية في لبنان خلينا نشيلها من حساباتنا بالوقت الحاضر لن تعالج المأزق السياسي. وإن كانت الفيدرالية بفلسفتها السياسية هي نظام حكم حضاري موجود ب 26 بلد بالعالم يعيش 40% من سكان العالم، مفهوم اللبناني غير مفهوم اللبناني تقسيمي في بلد بالعالم بيشبه لبنان ما في بهي التعدد الطوائفي والسياسي، وبالتالي هيك عم نقول انه المفهوم الفيدرالي في لبنان له منحى اخر. وانا هون بدي ارجع اكد، يمكن حكيتها من اسبوع مثل هذا اليوم عند زميلك البير كوستانيان وبدي ارجع عيدها عندك لانه حضرتك بتقرا السياسي جيدا والناس عم تسمعنا. شكرا. نحن اليوم في هالاستقطاب اللي عم نعيشه على مستوى المنطقه والعالم، ما في مستفيد من هذا اتفاق بكين وفي متضرر. ليش بدي افتح مجال للمتضرر واللي هو حد منا عدونا اللي ما توانى ولا يوم غير لا يغذي النهج التقسيمي والفكرة التقسيمية كي يفتت المنطقة كي يبقى هو وحيدا قويا؟ ممتاز. أنا بحكي إسرائيل بس شو إذا طبعاً أنا رحت طبعاً على نزعة فيدرالية وما حلت المشكل لأن لن تحل المشكل، ورح قول للمشاهد لا، لأنه نحن خلافنا بلبنان عشو، نحن خلافنا على السياسة الدفاعية، نحن خلافنا على السياسة الخارجية، نحن خلافنا على السياسة الاقتصادية. هل الفيدرالية تعالج هذه الهواجس؟ ولا واحدة منهم. ولا واحدة منهم. شو نحن مختلفين على توزيع الثروة والنظام الضريبي بلبنان والتنمية أو مختلفين على هاو ثلاثة؟ طيب إذا رحنا على الفيدرالية وبدي أسلم وهذا يجب أن لا يحصل، رح يجي جيل من بعدنا ويمكن الجيل اللي جاي ورانا دغري ويقول نحن جربنا وفشلنا وما فينا بقى نكفي هيك، عملنا نموذج نجح معنا إداريا وإنمائيا، بدنا نروح أكتر من هيك، نروح من نفكر بالانفصال والتقسيم. لبنان بيحمل هذا الأمر، نحمل هالمراهنة كله ما بيطلع أقليم يعني شنو نحن ما بنطلع قد ولاية بأصغر بلد بالعالم يعني. خليهم يطلعونا من هالفكرة أقليم يعني بعد أصغر. خلينا نطلع من هالفكرة أولا لأنه عن جد لازم نطلع منها ونروح نناقش تطبيق الطائف اللي فيه اللامركزية الإدارية، وهذا مطلب من مطالبنا. كمان جملات كان يؤمن بالإنماء المتوازن وقد تساعد اللامركزية الإدارية على الإنماء المتوازن، هذا شيء غير الشيء اللي عم يطرحوه هن. للفريق الآخر للثنائي، أي ثنائي اللي صار عندك؟ عم بحكي الثنائي الوطني اللي يقولوا عنه الثنائي الشيعي، نحن بنحبش التعبير الطائفي ولكن هذا الواقع، أن لا ندفع الآخرين إلى التقوقع. وصلتني على هالنقطة يلي ناطرة لنوصل عليها على منطقة الآخرين. عم نحكي هون كثرة التشدد وكثرة التمسك والذهاب بعيدا ونقطة على السطر يلي حكينا عنها قد تدفع إلى لقاء مجددا أو
تحالف مجددا بين، خلينا نحكي انا بحكي الامور مثل ما انت ما بتذكر اسماء، بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانيه اللي بتقدر ساعتها هذا الثنائي المسيحي اذا رجع وجمع قوى بيقدر يعمل بلوك على اي شيء موجود سياسيا عم بحكي بالبلد، ويعزز اكثر هذه النزعه الانفصاليه والنزعه التقسيميه يلي عم تحكي عنها. ولكن بنفس الوقت نحن في مشهد بعد عم نحكي إقليمي ودولي، ده في مكان آخر كمان لحتى ما نقول إنه بس يكون التحذير إلى الثنائي الوطني أو الثنائي الشيعي اللي مثل ما حضرتك سميت في ثنائي وطني هون وفي ثنائي وطني هونيك، ما إيه إنه كل وطني يعني بالنهاية وطني. بس اليوم الخوف الكبير إنه كمان عند هذا الثنائي المسيحي إنه إذا أنت عم تمشي عكس التيار السائد وعكس الهوى الإقليمي والدولي اللي عم بيهب على المنطقة، رح ترجع تاخذ المسيحيين مجددا إلى الخروج من الصورة وتاخذهم مجددا إلى موضوع المقاطعة وإلى أنه تمشي التسوية وأنتوا برا، هترجع تحط المسيحيين في مكان آخر. فعلا وصفتي وأنا هذا اللي بخف منه، ما بدنا نرجع للماضي بس خلينا ناخذ من الماضي عبر، ما ولا مرة عم نعرف العبر. إن ناخذ العبر نحن ما بالأساس ما بحكي عن فريق قوات، من رفض الطائف من قبل العماد عون في ذلك الحين ومش تعرف شو كلفتنا كلفتنا كثير. حرب رجع حرب الإلغاء، كلفتنا حرب الإلغاء، لا هي حرب الإلغاء ما حدا بس يعني، وهيدي كثير مهمة عم بتضوي على شغلات، لأنه الحرب الإلغاء أحد أهم أهدافه هو توحيد القرار كان على الساحة المسيحية، وكم كلف المسيحيين من عذابات ودماء ونزف بشري وغيره، وزادة الشرخ القرار. أي قرار بالتموضع وفق صيغة فيدرالية ستعيد كمان مش توحيد القرار، توحيد البندقية 81 صار و89 توحيد القرار وتوحيد البندقية، وكلف المسيحيين قد ما كلفت الحرب اللبنانية. فبدنا ننتبه ما نزحط هيك زحطات، خلينا بالطائف، لأنه الطائف بديش أرجع أكرر العبارة، الطائف اللي رفض بال89 وأدى إلى انكفاء كل القيادات المسيحية، طبعا دكتور سمير جعجع القوات اللبنانية ما كانوا رافضين الطائف بالمطلق، ولكن كان في حسابات أخرى كمان، هيديك موضوع آخر، ولكن أدت إلى غياب المسيحيين عن الساحة الوطنية عن الساحة السياسية كمان، لأنه حطت شروط بوقتها عدنا يعني. عاد البعض وقبل بالطائف وحكم تحت طائف بتسوي كلنا بنعرفها. طب ليه ضيعتوا 15 سنة؟ خلينا نرجع نبني الهرمية بالحوار. إذا نحن بس خليني نكفي هاي النقطة المهمة، إذا نحن ما بدنا نجتهد ونجهد كلنا سوا لنحافظ على هاي الطائف اللي كانت تسوية الممكن، اللي هي من خلالها بنقدر نحافظ على هذا التوازن، وهناك مصلحة للمسيحيين وتحدثنا كيف، ونروح نشوف المندرجات تبع الطائف نشتغل على تطبيقها وصولا إذا قدرنا، ونحن هذا مطلبنا إلى الدولة المدنية، ولاحقا يا ريت نوصل للعلمانية بظل هذه العقلية صعبة، هي مصلحة لكل اللبنانيين وللمسيحيين أولا.